أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة وحيناها ما أخرجنا منها حبة منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواجا كلها مما تثبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل مسخر منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ولا تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
إنكم لذائق العذاب الأليم وما تسر إلا
شمس للمفضلين أفما نحن الميتين إلا موتتنا نور لا وما نحن المعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإن هؤلاء آمنون بها فمالئون أم يحرقون ثم إن لهم عليها لشرب من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم الأوابى الضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فاضرب كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم عرفنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكًا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر الرجل في النجوم فقال إني سقيم فاستوعب عنه المنذرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تطيقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم ولا تعملون قالوا له بنيان فأقوه بجحيم فأرادوا به كذا فجعلناهم مسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وبدلناه بذكر عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي أمن الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وبذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من قرن عظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدرون فكيف تهربون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه لوطا من المرسلين
تمرون عليه مصبحين والليل أفلا تعقلون وإن يوسف